ولا حنا اليوم عامل النهار مي جو فوار سكو سوا اتر ماتش سما بروميير جورني اليوم دونك جو سيبا اما سمعت لي فهموا برشا مشاكل تاع اورغانيزاسيون ابخي جو سيبا بور لو مومون سا سباس تري بيان سافا مش خايبة متوسطة متوسطة مويان Il n'y a pas vraiment de matière d'innovation. كنت متوقعة برشا حاجات خاطر حضرت باغ كونتر فيستيفال في بلدان أخرى سا سباسي با دو لا ميم مانيير. من الأول تصدمت في الأوفيرتور خاطر بون صارت شوية مشاكل وتبهذلنا في الدخول وظهرت لي الأورجانيزاسيون داخلة بعضها وقدر الممثل معناها قدر الممثل ما لقاش حظه. أوكي. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, être honnête, c'est que كي تاخو انت بيان سور لينيشيتيف وعندك الجراه فما برشا حاجات معناها مهمين تحضر عليهم لازم تتعاود اغفير معناها كلها بالوفيرتور بالفيلم المعروضين كل شيء انا بالنسبه لي هذه ايام خاطرش المره ذي ظهرت خدمه بزربه على الاخر وماهيش مدروسه ويلزمها هيئه مديره قاره اكثر حاجه أنا ديما معروف نحكي على الخايب باش نحكي على الباهي، أكثر حاجة شدتني الحضور الجماهيري، معناها استعدت الكل حتى في مدار كرتاج وفي المنار والقاعات الكل للتسعة متاع الليل كومبلي، فما حركة بصراحة ما خلقتهاش إدارة المهرجان قد ما خلقوها لي جون وخلقوها العباد اللي تحب السينما، معناها الشعب التونسي اليوم قاعد يعطي فيه رسالة ويقول أنا نحب الثقافة، نحبوا البلاد ديما حية هكا معناها. عمري ما شفت اورغانيزاسيون حموم مردوم نجم نقول حموم مردوم ولا فما القص حموم مردوم كيف ما سنى لي فيلم سي با لو بون فورما ولا ما عندهمش لي كود كيف تاع نوري بوزيد لو جور دو لوفيرتور سيتي ان بيد با بوسيبل لابيت جو داخلين بلي باج يقول لهم لي باش يقصوا تسكر ما نعرفش معناتها اقل من 5 على 10 التنظيم كالعادة ماهوش منظمين الصحفيين يسون توجور مال تريتي على خاطر الناس اللي يحطوهم في الباب جينيرالمون ما يعرفوش الصحفيين ما يعرفوش الناس معناتها دونك يتعاملوا مع الناس على اساس هما سي ديزانفيتي J'ai remarqué ce n'est qu'il y a enfin, on a beaucoup de cinéphiles bah j'avais tapé un takbar ou ça et ça fait plaisir sinon côté organisation ma rentre même si donc pour les icônes normalement je trouve le tral déjà تقول ياسر مرمدنا العباد الكل مش كان احنا معناتها برشا دازين برشا تحس فما ما لوكانيزاسيون وانا اول فيستيفال من بعد الثوره كنت نصور حاجه معناتها خير برشا من هكا مي باقي كيرا العباد تتبع وتجي وتشوف يدخل للسينما من الصباح لليل ونسي كبار ونقول مازال خير عجي سي ما نجمش نكلمك خاطر جيت اليوم النهار الثاني ما عنديش انطباع حقيقي على الموضوع لكن على قبال الجماهير نرجو ان شاء الله نفس الاقبال يكون في القاعات التجاريه ان شاء الله يخرج الفيلم للجماهير وفي الصالات تنظيميا سلاسه ديزيري ان شاء الله الدوره الجايه تكون الامور احسن وشنو تحبني نقول لك معناتها مش لازم نكونوا قاسين برشا معاهم يسالش يجربوا قاعدين Ce qui a été le plus intéressant pour moi jusqu'à aujourd'hui, c'est que avec quelques comédiens, on est parti assister au pitch dans l'atelier où les jeunes réalisateurs en quête de subvention présentent leur projet. C'était très très intéressant. Ou أكثر حاجة en fait تعلمت منها parce que j'ai vu un jury, je me suis familiarisée. غدوة إذا كان أنا مثلا نحب نقدم فيلم ولا كتبت سيناريو, je suis en train de voir la procédure. Donc قاعدة نتعلم برشا. Donc c'est un appel aux jeunes aussi d'aller faire ça. Donc c'est un bon espace d'apprentissage aussi. البارح سمعنا فيلم نوري بوزيد باش يعاود تعدى نهار الجمعة والسبت وعلى خاطر ما عندهمش كلي. في مجمل العروض فنيا ما نجموش نحكموا فما بعض الأعمال الباهية ما في المجمل تقعد باهي معناتها تقول ساعة ساعة تفرج على فيلم تقول كيفاش اختاروه في كومبيتيسيون معناتها. سافا باهي اليوم تفرجنا فيلم تاع فون برافو الحمزي. أنا ما حضرتش برشا عروض علي ما عنديش ياسر وقت. اما شويه فوضى في التنظيم لا محاله مي مش مشكله العام هذا عام فوضى دونك نواصلوا فيها دورة نتاع السنة عندنا تنظيم خارق للعادة تنظيم ما فماش كيفو تنظيم كيما نشوفه من بكري في الدخلة معناها حاجة عسل حاجة تحبك في السينما وتحبك في الثقافة في تونس
شوية قلق في 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 التقاسين التكيات والداخل ديجا ما فماش شكون لاهي بالعباد اللي تام تاع السينما ديجا الكراسي حالا ان شاء الله يتحسن من وقت لوقت ان شاء الله. الناحية التنظيمية كوتي دو لا بلاك معناها فما برشا حاجات ما مشاوش لأسباب ما نعرفوش علاش. نتمنى أنهم يلغطخاب لكو العامين الجايين إن شاء الله، ولكن احنا كنا هزين الراية في التنظيم في كل تظاهرات، ولكن السنة كلمة حق أنه النقطة الضعيفة هي التنظيم. نتمنى اللي بعد بعد ما تكمل فعالية الدورة هذية أنه المسؤولين على التنظيم وعلى الدورة يقدموا لنا تفسير علاش هكا معني عليه الموجودة لهنا. ما عندك حتى فكرة معني على بعدك أول فيلم مش ندخله اللي كتونسي تاع محمد دمع بلاش سيفاكي البداية شفتها من بعيد لأني شفتها في سمير سمير أهلا وسهلا. ولكن الأصداء اللي وصلتني سلبية قالوا لي أنه كان تنظيم مش محكم وبرشا الحاضرين شكاوا، ولكن الفيلم اللي حضرت فيه اليوم عجبني الأداء بتاع الممثلين خاصة فتحي الهداوي وفاطمة بن سعيدان فيلم جيد باهي برشا يتشكاوا برشا يتشكاوا من التنظيم زير ثقافة زميلي وصديقي شقول لك تنظيم ديما نحاول نحسنه. احنا قبل كنا نقول له ما تهمش النتائج الباهي كي ننجحوا في التنظيم تويكا بارامون ثم فيلم باهين ولكن التنظيم هو اللي ما كانش في المواد ان شاء الله نوصلوا نجيبوهم زوز مع بعضهم التنظيم. ان غران بوان انتيروغاسيون مانيش فاهمه كيفاش تعدات الدوره هذه مانيش فهمتها فوالا سا بار دون تو لي سونس اي بورتون يا دي فيلم دو كاليتي كي اون ايتي شوازي معناها ثم في افلام اللي في الـ في الـ في البروغراماسيون ماهمش خايبين بالكل لكن ثم 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 فوضى خاطر الجي سي سي هذوما جاو جوست بعد الثوره وحمد لله اللي صاروا معناها سي سيتي با ايفيدون كيلز كيل كيلز ليو اون فا فوار لا بروشين سيسيون. حضور مكثف للجمهور التونسي المحب للسينما والمتابع لايام قرطاج السينمائيه اللمه اللي سايره ما بين المبدعين التوانسه والضيوف من الوطن العربي والعالم. بالنسبه للنقاط السلبيه للاسف الشديد مشاكل تنظيميه كبيره برشا ومشاكل ربما ليها علاقه بالامكانيات الماديه او التحضير اللي صار وفما مشاكل تقنيه ايضا في قاعات السينما وفي عروض الافلام. في حد ذاتها وي فما افلام مهمين فما حضور فما مخرجين مهمين تفرجت في برشا افلام تفرجت في ديكور ميتراج دي لون ميتراج دي دوكيومونتير جي با فو جوسكا ماتنون يا بوكو دو مون كلمتي من غير ما ندخل في اعتبارات هاو الافتتاح مبلبز وفي فوضى وكل. بالنسبة لي أنا مادام ثم إقبال كثيف على القاعات مادام ثم أفلام معناتها ممتازة مادام ثم حركية في البلاد أنا بالنسبة لي المهرجان ناجح. شكرا.